خليني ماشي. في حد بقى تاني معانا على التليفون بيقولوا لي بيحبك جدا ونجم كبير قوي، نقول الو برضو. الو، يا هقول لك الاول، يا لودي منور قناه الاهلي ومنور يا الفيلم علاء، ده. يا علاء ازيك يا حلوه؟ ازيك يا خلود، اخبارك ايه؟ حبيبي عامل ايه؟ كله تمام يا حبيبي. ساره، ازيك يا ساره؟ منوره كالعاده والله، منورنا ما شاء الله والله يا عليك، كابتن، منورنا والله، منوره الدنيا كلها والله. اكتر حد دمه خفيف يا كابتن في وجهه نظري. بص بقى، انا هقول لكم على حاجه. النهارده القناه فيها واحد من احلى الشخصيات واجملها وقريب جدا حبيبي يعني علاء، ربنا بطريقه غير طبيعيه والله العظيم، على المستوى الشخصي وفي الملعب كمان. حاجه انا كنت بستمتع بكابتن خالد طبعا، وفي فتره كده لعبنا مع بعض كتير جدا، وكانت من احلى فترات على فكره، كنت انا كابتن ربيع بيتكلم عنها. انا سعيد اول ما شفتك يا كابتن خالد أنا بجد. اللي سعيد بيك يا علاء، ربنا يطمني عليك على لا طول يا والله حبيبي. بجد انا سعيد بيك جدا حبيبي. وحياة ربنا، ودايما كده منورنا في قناه الاهلي، ودايما ما تغيبش كده، انك انت واحد من الناس المحترمه الجميله اللي كانت بتلعب كوره راقيه قوي، وانا الله انا يخليك. عن نفسي كنت بحب العب معاك على فكره قوي يعني. الله يخليك يا علو، وأنا كمان أنت من الناس اللي على المستوى الفني وعلى المستوى الشخصي من الناس الجميلة علاء، وتستاهل كل خير، وبنتفرج عليك في استوديوهات تحليلية، ربنا يكرمك بتمتعنا. و ربنا يخليك يا كابتن خالد. لا والله حبيبي العفو، ربنا يكرمك حبيبي حبيبي يا كابتن ربنا. علاء. حاولت اطلع من كابتن ربيع اي مواقف كده ما نعرفهاش عن كابتن خالد ويقول لنا اي ذكريات، بس ما عرفتش، فاكيد هعرف اطلع منك. هقول لك حاجه يا ساره، انا هقول لك واقعه قول لي. وهو يكملها. ماشي، وقول له الواقعه اللي كانت في الكويت بينك والكابتن مدحت رمضان. طيب انا عايزه بقى اعرف الباقي. هو بقى هيعيش معاك. بلاش بقى بلاش. انا عايزه اعرف الباقي، اصل انا عارفه، انا عشان عارفه ان نضحك. كابتن علاء هعرف اطلع منه. والله في واقعه اكتب بالله دي كانت كارثه. طب قول يا كابتن علاء قول. هو كابتن خالد، هو كابتن خالد احكيها. هو كابتن خالد اولا، كابتن خالد اولا كان دمه خفيف جدا على فكره، كان دايما يحب الخالد دايما. كان طب بلاش دي، قول لهم اللي هي بتاعت مجدي عبد الغني لما جينا وراك بالسكينه. لا دي صعبه، دي صعبه. ليه يا كابتن كده؟ لا بص علاء، انا هقول حاجه. لما انت كنت ماسك النادي المصري كمدرب يعني، وانا كنت ماسك المقاولين العرب، علاء كان ماسك النادي المصري، وانا كنت واحد ماسك واحد. المقاولين العرب، وجم بيلعبونا في مقاولين العرب. طبعا علاء كان بداية يعني الشغل في النادي المصري صعب ومسؤوليه كبيره. انا كنت يعني نفسي ربنا يوفقه، بس طبعا مش على حسابنا، بس من جوايا برضو عايزه يبقى كويس يعني، عايزه ربنا يديله اكيد طبعا، بحيث ان هو يقدر يكمل ويقدر يستمر. ولعبنا الماتش، احنا ضاغطين ضاغطين ضاغطين، وبعدين المصري جاب جول، او احنا جبنا، احنا كنا كسبانين 1-0، احنا كنا كسبانين 1-0، وخلاص الوقت خلص، فاضل يعني انتهى حتى الوقت تعادل. الضايع. باسم علي، باسم قبل ما يروح الاهلي كان في المقاولين العرب وبيلعب باك يمين، جات له كوره فبيطلعها، الماتش خلص خلاص. فباسم قلش، بدل ما يطلع الكوره لنص الملعب حطها في 6 يارد عندنا، راحت لراس الحربه بتاع المصري، حطها جون بدماغه. المهم خلص الماتش 1-1. فبعد الماتش بقى طبعا يعني انا شفت علاء، نسيت الماتش بصراحه يعني، لما شفت علاء نسيت الماتش، فرحت انه الدنيا يعني احنا تعادلنا وهو تعادل والدنيا مشيت كويس. فده من المواقف، مواقف بيقول لك عليها لا صعبه جدا، اللي بيقول موضوع عليها علاء السكينه ده يا كابتن علاء مش هنعرفه. لا بص يا ساره، انت طلبت مني حاجه وانا بقول لك على اللي هو كابتن خالد. لا انت احكي بقى، انت احكي. انا ما اقدرش. بص على المهم يا كابتن علاء، لو كابتن خالد ما قاليش انا هعرف منك بقى بعد وقت الهوا. الاستوديو التحليلي كده. ساره في اعرب الاستوديو ان شاء الله احكي لك. صح؟ ايوه بره الهوا، بره الهوا علاء. خلاص بره الهوا احكي لها. بس كده الناس عايزه تعرف على فكره، الناس في فضول دلوقتي. اقول لك حاجه، لا بس انا 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 بجد انا بجد يعني نادرا ما بعمل مداخلات بجد والله. انا عارفه يا كابتن علاء، انا في منتهى السعاده ان اولا شفت كابتن خالد في القناه بجد. الله يخليك يا وطمنت عليه وعلى فكره كل الناس لو دخلت واتكلمت على كابتن خالد واخلاقه ولعبه وكل ده مش هيديله حقه. الله يخليك. جميله جدا جدا جدا، وكنت دايما ببقى موجود معاه بره الملعب وجوه الملعب، حاجه محترمه قوي.
ربنا يوفقك يا كابتن خالد ومنوره ساره، ويا كابتن خالد دايما منور قناه الاهلي. حبيبي علاء، حبيبي. تسلم لي يا كابتن علاء. وعليك باذن الله يا رب. بقى تكملوا بقى الحوار بتاعكم، وربنا يوفقكم دايما يا رب. شكرا. والمره المليون سعيد جدا يا كابتن خالد، ربنا يوفقك يا رب. الله يخليك علاء، شكرا يا علو حبيبي. شكرا حبيبي. ليك طبعا يا كابتن علاء، انت نجم الاستوديو التحليلي طبعا، ودايما بنستمتع بحضرتك، وشكرا انك كنت معانا.